المسلم لا يسب، لا يلعن، لا يشتم. مسلمان لنا فرادك ندى كلمة بيستيجة، كلمة كفرية ندى ده خبرة. المسلم يتكلم بأحسن الكلام. مسلمان كلمة أن رندبا خبر. ولا يمكن أن المسلم يصنع ما يصنع أهل الكفر. ونجايزة كي مسلمانك قادي أهل كفر خبر ده. من اللعن والسب والشتم. إش لعنتا، إش خبرة، إش كفرية. نعم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. سواجي في خنبري ما صلى الله عليه وسلم جبي إشي منع كريا. من هذا الذي يكون فيه بذيء الكلام. إش بياجي وإش كلمة فايدة سز وبيس.